بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طالباتنا العزيزات الصف الثامن متوسط في متوسطة الخنسان الميلات، وياكم صدحة من درسة اللغة الإنجليزية. Today we have unit 2 lesson 3 on page 19 in a restaurant. In a restaurant هو راح يكون عنوان الإنشاء في unit 2 إن شاء الله، بعدين راح ناخذه ونكتبه خلال تمرين بالactivity book. And we have the activity book عندنا تمرين يعني A و B on page 22. On page 22 تمرين A and تمرين B، وعندنا track تسجيل track 7 number 7 راح يكون طبعا موجود في الكتاب، في نهاية الكتاب في صفحة، طبعا هو التسجيل كله كامل موجود في page 94 صفحة 94. عندنا part 1 and part 2، إن شاء الله نسمع التسجيل سوية لما نصل للدرس. In a restaurant في المطعم، قلنا هذا العنوان حيكون إنشاء unit 2، لكن بعدين رح نكتب الإنشاء. Look at the menu. هنا عندنا قائمة للطعام، menu قائمة للطعام. طبعا تكون الوجبات الأكل في المطعم مختلفة حسب كل مطعم. ممكن تكون الوجبة الرئيسية main meal، الوجبة الرئيسية. We have dessert الحلوى and we have drinks. And we have the vegetables اللي هي عبارة عن سلاد. حسب كل مطعم وإلى منيو تختلف عن الثاني. Look at the menu. Use the definitions. عندنا تعريف definitions to work out the meaning of these words. الكلمات عندنا fried, grilled, baked and lamb. هذه الكلمات grilled, fried, baked and lamb. طبعا تذكرون الدرس الماضي شلون تعلمنا نستخرج الصوت الصحيح لكل كلمة. مطلوب معاني هذه الكلمات، كلمة fried, grilled and baked. إذا نكتب حسب التطبيق هذا اللي أخذناه في درس ماضي، كلمة fried اللي هي عبارة عن يطلع لنا الصوت إلها مقلي، أشياء مقلية fried. وكلمة أخرى اللي هي grilled، ممكن نكتب كلمة grilled ونسمع اللفظ لها grilled اللي هي مشوي. grilled مشوي. خلال المنيو القائمة عندنا كلمات أخرى، ممكن إذا نريد نلفظ كلمة dessert اللي هي الحلوى نتأكد من اللفظ لها dessert اللي هي الحلوى dessert. هذا يساعدكم البرنامج لللفظ الصحيح. عندنا vegetables أخذناها و baked potato. خلينا نقرأ المنيو. We have meat, lamb curry. منطينا صورة الطبق طبعا حسب هذا في الرستورانت. Beef curry أيضا الكاري يعني متبل بالكاري، لحم الغنم ولحم البقر. Fried chicken يعني الفرايد قلنا مقلي، و chicken دجاج، و burgers اللي هي برجر و hot dogs. هوت دوغز إذا أريد نستخرج اللفظ أو المعنى إلها من التطبيق هوت دوغز اللي هي مقانق المقنية. وعندنا بيزا اللي كل أنواع البيزا منها هذا النوع. وعندنا فيش فرايد فيش وغريلد فيش بالنسبة إلى سمك مقلي أو مشوي. وفيجتبلز وي هاف بيكت بوتيتو مطبوخة بالفرن. وفرايز المقليات وسلاد أنواع السلطة. ديزيرتس قلنا الحلوى عبارة عن أبل كيك، يا أما الكيك بالتفاحة أو شوكولات كيك أو آيس كريم أو فروت سلاد، يعني سلطات الفاكهة. We have drinks الشراب أو المشروبات، فروت جوس عصير فواكه، ميلك شيكس، كولا، لمناد، تي، كافي and mineral water المياه المعدنية. إذا أريد مثلا نسمع لفظ ليموناد lemonade اللي هو عصير ليمون محلى. اوكي لمنيد. وحقنا اللفظ ممكن يكون بريتش ممكن يكون امريكان. هذه تعريف definitions مهمة تحفظوها يعني تنتبهون عليها. We have beef as a noun هو لحم البقر. The meat of cow يعني ممكن بالامتحان نجيب لكم meat of cow واختيارات beef lamb، تختارون طبعا beef لأنه لحم البقر. The word lamb as a noun أيضا اسم is the meat of sheep لحم الخروف. فننطيكم definitions وريد الword الكلمة. The meat of sheep is lamb يكون لحم الخروف. We have the word fried as adjective means cooked in hot fat or oil يعني هنا للقلي في دهن ساخن أو زيت ساخن. hot fat دهن ساخن or oil هو الزيت أيضا hot ساخن، فهنا تكون عملية القلي
So, if إذا نعطيكم ال definitions cooked in hot fat or oil الحل إلها fried as adjective fried يعني مقلي. بالنسبة إلى كلمة grilled as adjective means cooked under strong heat وهنا عندنا الحرارة أو نار قوية شديدة حرارة شديدة يا أما يكون بالفرن حرارة شديدة أو يكون على نار شديدة فيكون الشوي grilled. okay grilled as adjective هو يطبخ ويكون تحت strong heat نار قوية أو حرارة شديدة. baked مخبوز داخل الفرن as adjective means cooked in an oven مطبوخ في فرن oven يعني oven كهربائي أو فرن غازي. الكلمة هي baked as adjective. إذن هذه ال definitions كلش مهمة نتعرف إلى الكلمات التالية نكتب بالدفتر fried الفرايد هو مقلي grilled هو مشوي baked مخبوز بالفرن وعندنا كلمة lamb أو لحم الخروف. يسألكم هنا as per work عمل ثنائي which things on the menu this is the menu هذه هي قائمة الطعام good for you not so good for you إذا نختار حسب موضوعنا اللي درسناه yesterday المحاضرة السابقة good for you ممكن نختار من هذه اللي هي قلنا عبارة عن water والvegetables والfruit و not so good for you المكونات اللي تحتوي على fat salt and sugar اللي يحتوي على أملاح وسكريات ودهون كثيرة. فممكن نختار احنا من هذه الكلمات الفش قلنا من الكلمات الجود من الاكل الطعام الجود فور يو فش عندنا البوتيتو اور بيكت بوتيتو تكون جود سالاد از فيري جود فور يو وي هاف بالنسبه للديزرت فروت سالاد از فيري جود فور يو بالنسبه للدرينكس ليموناد ممكن مينرال ووتر او حتى ميلك شيك if you like يعني إذا تحبون. بالنسبة not so good for you اللي يحتوي على fat sugar and salt الأملاح أكيد هو الميت كل أنواع اللحوم ممكن البرجر وياها البرجرز not good for you we have fries المقليات we have apple cake chocolate cake ice cream this is not good for you we have cola not good for you coffee or tea نكتبها هنا أو نكتبها بالدفتر طبعا نكتبها بالدفتر الطعام good for you not good for you أنا كتبت لكم يا أنا فقط لل يعني المراجعة والتذكير أوكي good for you not good for you تكتبوه في دفتركم حسب هذا السؤال حسب هذا السؤال تكتبوه حل بالدفتر ترقمون البيج الصفحة 19 إلى مينا وليد and their father with the waiter هذا موجود صفحة 94 موجود التسجيل رح نسمعه مطلوب عندنا سؤال يعني هنا مينا and وليد are with their father in a restaurant number one طبعا هذا الويتر this is the father وليد and مينا we have pair work here the waiter speaks first the waiter will نادر في المطعم which of these things do you think he will say? منطينا إلى number one عبارات. What do you want? Good evening. Are you ready to order, sir? Can I take your order, sir? أن polite speech عبارات يعني حديث نقول عليه مهذب polite we have impolite وغير مهذب speech. بالنسبة للويتر ماذا سيقول أولا؟ ممكن نقول good evening. Are you ready to order, sir? يعني what do you want عبارة غير مهذبة. Can I take your order? يعني فالأفضل نقول good evening تحية بالبداية وهل أنت مستعد للطلب سيدي بالنسبة إلى to who do you think will reply من سيرد يعني هنا العائلة جاسب المطعم من سيرد على الويتر and what will he or she say ماذا هو أو هي سيقول طبعا أكيد الوالد سيرد جواب good evening أكيد good evening يعني number two نختار من هاي العبارات we are not ready إذا غير مستعدين no sorry we are not ready أو متأسف من مستعد أو yes thank you إذا العائلة مستعدة للطلب أكيد رح يقول yes thank you وإذا غير مستعدين no sorry we are not ready حسب الحوار اللي رح يكون إذا رح نقول الويتر هو will speak first حيتكلم أولا سيقول good evening إذا father will reply سيرد الفادر يقول good evening الويتر are you ready to order sir هل ستطلب سيدي ممكن الفادر إذا مستعد yes thank you or will he will say no sorry we are not ready نسمع التسجيل مع بعض on page 94 Unit 2, Lesson 3 Track 7 In a restaurant
Listen. Part 1. Good evening. Good evening. Are you ready to order, sir? Are you ready, Mina? Walid? Yes, Dad. Yes, thank you. Mina, give the waiter your order. Part 2. I'd like a baked potato, please. A baked potato? And some meat? Or fish? No, thank you. I'm not very hungry. How about a pizza? No thanks, Daddy. But I'd like a salad, please. A mixed salad? With tomatoes, lettuce and onions? Oh, yes. That sounds lovely. And can I have a little butter on the baked potato, please? Yes, of course, miss. And for dessert? I'd like some fruit salad and a little ice cream, please. Fruit salad and ice cream. And what would you like to drink? I forgot about a drink. An orange juice, please. One orange juice. Thank you, miss. Now you, Walid. Well, I am hungry. I'd like a large burger and fries, please. And one burger and fries? You should have some vegetables, Walid. The burgers come with a small salad, sir. Oh, fine. And for dessert, I'd like a large piece of chocolate cake and a lot of ice cream. Not too much ice cream. Chocolate cake and ice cream. Not too much. And to drink? Can I have a large cola, please? One large cola. Thank you. And what would you like, sir? I'd like some grilled fish and rice, please. With, let me see. إذا سمعنا التسجيل بالنسبة إلى وليد and مينا. الحوار بتمرين. Now listen and check your ideas. راح أفكارنا يعني على وليد ماذا طلب بالنسبة إلى مينا ماذا طلبت. Then answer the questions in your activity book. نروح إلى الactivity book on page 22 تمرين A في صفحة 22 بالactivity book تمرين. يطلب listen and write the answer. Write notes. طبعا الجواب what did Mina order. ماذا طلبت مينا حسب الحوار اللي سمعناه. طبعا الحلمين حيكون من الحوار. بالنسبة إلى مينا ماذا طلبت رح نكتب الأشياء اللي طلبتها من الويتر من نادل المطعم. طبعا هي شو طلبت؟ طلبت baked potato وقلنا butter يعني موجود البتر الزبدة على الوجه. ميكس سلاد سلطة يعني مزيج من السلطة خضار بها وفروت سلاد وسلطة فاكهة وآيس كريم وأورنج جوس. هذا مين أخذنا الحال؟ قلنا أخذناه من الحوار حسب ما طلبت مينا. What did وليد order؟ ماذا طلب وليد؟ لارج برجر فرايز مقليات وياها وشوكولات كيك آيس كريم وكلها طبعا طلبها لارج شوكولات كيك لارج آيس كريم and كولا. أوكي زين إذا ننظر إلى الأكل اللي طلبته مينا والأكل اللي طلبه وليد رح نشوف وليد البرجر not so good fries not so good chocolate cake أيضا not so good يعني يحتوي a lot of fat sugar and salt وآيس كريم و الكولا كلها not so good for وليد. إذا which meals or whose meal was healthier؟ أي وجبة هي الأكثر healthier صحية؟ ميناز or وليد؟ يعني ميناز meal وجبة مينا or وليد meal وجبة وليد. طبعا حنختار أكيد مينا هي أكثر صحي لأن يعني بها فروت بها vegetables قليل آيس كريم الأورانجوس العصير is good سلاد is good وحتى البيكت بوتيتو is good يعني healthier يكون أكثر صحي. أوكي يعني فهنا رح نكتب ميناز بس نأشر الريد على الكتاب. now use the menu تمرين ب للطالب رح يختار هو من المنيو وجبة طعام.
Use the menu on page 19 of your student's book to order a meal or take turns as the waiter. يعني يأخذ دور كأنهما في المطعم ويختار من المنيو اللي موجودة في كتابنا والأكل. فإذا مثلا واحد من الطلاب دخل في restaurant راح يطلب ميل، ممكن نختار fried chicken as a main meal، يعني وجبة الأساسية، مثلا fried chicken أو grilled chicken، يا أما مشوي أو مقلي، أو ممكن fish grilled fish احتمال، with mixed salad ممكن سلطة معها، وبالنسبة للفروت سلاد ممكن يختار، وممكن يختار الووتر تي بعد الوجبة، يعني ممكن هذا، أو ممكن يختار إذا اعتبر هذا الفيش أكل صحي good for you، وإذا اختار مثلا الأكل not good أكل غير صحي ممكن يختار دهون وأملاح زيادة، ممكن يختار الفرايد تشيكن مع بيزا مع فرايز مع آيس كريم وشوكولات كيك مع كولا وممكن كافي، وبالنسبة أيضا للووتر حسب كل طالب وحسب ما يرغب. درسنا هذا اليوم إن شاء الله يكون سهل ومفيد للطلاب. فقط أذكركم أنه إنشاء يونت 2 رح يكون in a restaurant، لكن إحنا ما كتبناه بهذا الدرس، رح نكتبه في درس آخر. أتمنى الفائدة للجميع، شكرا، مع السلامة.